حلقات بقى. احنا النهارده تاني حلقه من حلقات ماده اللغه الايطاليه على منصه البث المباشر لوزاره التربيه والتعليم. بوناسيرا اتوتي لستودنتي ديل بريمو انو سيكونداريو بنفونوتو توتي نيل نوسترو بروجراما ديلا لينجوا ايطاليانا. معاكم سينيور سهام محمد معلمه اللغه الايطاليه، ومعايا سينيور ريمون ممدوح. تعالوا بقى نشوف النهارده هنعمل ايه، وايه الجديد في اللغه الايطاليه، وايه الدروس الشيقه اللي السينيور ريمون محضرها لنا النهارده. اول حاجه يا سينيور، حضرتك محضر لنا درس مهم جدا اللي هو بيقول ايه، كوزي لايطاليا بيرفوي. يا ايطاليا بتمثل لنا ايه؟ ايه ما تشتهر بيه ايطاليا عندنا في بلدنا في مصر؟ كلنا اول ما نسال الطلبه بتوعنا السؤال ده كله على طول بيجاوب البيتزا، السباجيتي، الباستا، كله يقول الكلام ده، لان طبعا ايطاليا معروفه المطبخ بتاعها معروف خالص عندنا في مصر انه بيشتهر بالبيتزا. طيب بس هو طبعا كاتب هنا في الكتاب ان عندنا ايطاليا مش بس بتشتهر بالبيتزا، ولكن بتشتهر بحاجات تانية كتير زي ما السنيور ريمون هيقولها لنا. أول حاجة إيطاليا مشهورة بيها التشانيما. التشانيما أو السينما الإيطالية مشهورة في العالم كله، وبرضه عندنا في مصر. المشهد اللي أنتوا شايفينه ده من فيلم لافيتا إيبيلا بتاع روبرتو بنيني، كممثل إيطالي مشهور جدا، فينشي تريبريمي أوسكار، فاز بثلاث جوائز أوسكار. وإحنا من الأفلام الإيطالية يا سينيورا ممكن يكون الطلبة عارفين فيلم بينوكيو، الدمية الخشبية اللي كان بومبينو فيرو أو تحول لطفل إلى حقيقي يعني. ويمكن انتوا عارفين مناخيره كانت بتطول اما بيكذب الفيلم ده، تمام؟ ده ما يمنعش ان في طبعا افلام تاني ايطالية مشهورة جدا، وممثلين ايطاليين برضو مشهورين قوي زي صوفيا لورين، دي ايطالية، مونيكا بيلوتشي برضو دي ايطالية يعني، ودول اشهر الايه الممثلين الايطاليين. طيب يا سينيورا، ايطاليا بالنسبة لنا ايه تاني؟ زي ما حضرتك طبعا قلتي ايطاليا لا المطبخ. كوتشينا، المطبخ الإيطالي. اتفضل يا سينيورا. طيب المطبخ الإيطالي طبعا احنا كلنا عارفين البيتزا، وكله بيقعد يقول ايه، الباستا، لا باستا او سباجيتي. طبعا المكرونات، طبعا ايطاليا بتشتهر بالمكرونات وكل انواع البيتزا زي ما احنا عارفين. وطبعا احنا عارفين المطبخ الايطالي معروف في مصر، ومش بس مصر ده في العالم كله، ان هو طبعا المطبخ الايطالي مشهور في العالم العربي والاوروبي كله، انه طبعا بيشتهر بالباستا والبيتزا وكل انواع البيتزا والباستا. كمان يا سنيور عندهم بقى الموضة بقى، يعني احنا بنسمع الموضه كمان برضو ان الايطاليه، ان الموضه الايطاليه او اي فيستيتي ايطاليان يعني، والطلاينه بيحبوا يبقوا الا موضه، بيحبوا يبقى على الموضه يعني، حتى احنا واخدين كلمه على الموضه من الا موضه. بالظبط. ويمكن الماركات الايطاليه المشهوره عندنا في مصر كتير جدا زي جوتشي وفيرزاتشي وبرادا وارماني، دول اشهر الماركات الايطاليه وموجودين عندنا في مصر. اشهر بيوت الازياء يا سينيورا موجوده حضرتك عارفه في ميلانو. ميلانو دي تعتبر زي مول كبير كده للأزياء يعني. فالإيطاليين مشهورين بالموضة، ومشهورين كمان بحبهم للملابس والاستيتي، بيصرفوا كتير جدا على موضوع اللبس احنا والهدوم. كمان عندنا المشاهير بتوعنا سواء مغنيين او ممثلين، يقول لك انا هروح اشتري من روما او هشتري من ايطاليا اللبس بتاعي. ده دليل طبعا على ان هي بتشتهر بالايه، بالموضه والازياء واللبس وكده. طيب عندي بعد كده طبعا اكيد يا سنيور حضرتك يعني عندك خلفيه كبيره قوي عن الكره الايطاليه ولو سبورت او الكالتشو ايطاليانو والفرق طبعا اللي بتشتهر بيها ايطاليا واشهر اللاعبين الايطاليين اللي معروفين على مستوى العالم. اتفضل يا طبعا سنيور. لا سكوادرا تزورا او المنتخب الازرق ده لقبه اللي هو المنتخب الايطالي، حتى الشباب عارفين ان هو اسمه ياتزوري، اتزوري اللي هم معناه بالايطالي الزرق يعني، عشان بيلبسوا زي الازرق زي ما انتم شايفين في الصوره. طبعا لا سكوادرا ايطاليانا او المنتخب الايطالي ده فينشي كواترو فولتي لا كوبا ديل مونتو، فاز 4 مرات بكاس العالم. ويمكن الشباب متابعين الفرق الإيطالية، أشهرها اليوفا اليوفنتوس، لا ميلان اللي هو الميلان أو البيج ميلان، والإنتر إنتر ميلان، وروما طبعا ده اللي كان بيلعب فيه نجمنا المصري محمد صلاح قبل ما يروح ليفربول، ونابولي طبعا ده اللي لسه فايز بالدوري يا سينيورا السنة اللي فاتت دي، على طول فاز بالكالتشو إيطاليانو، فاز الدوري الإيطالي لسه على طول دلوقتي. وفي فيورنتينا كمان، ده الفريق برضو اللي كان بيلعب فيه محمد صلاح قبل ما يروح روما بقى يعني. هو لعب في إيطاليا في فريقين يا سينيور، لعب في فيورنتينا لافيولا، ولعب في روما اللي هو إيلوبي أو ذئاب العاصمة.
زي ما بيقول عليهم او لقبهم يعني. وطبعا اشهر اللاعبين فرانشيسكو توتي، ده الري دي روما، ملك روما الغير متوج يعني، ده اشهر لاعب. وفي جان لويجي بوفون كمان، او بوفون يعني، ده حارس مرمى. في طبعا لاعبين ايطاليين كتير دلوقتي، في كيليني، وفي كييزا، فيدريكو كييزا، وفي بونوتشي، في لاعب بيلعب في الدفاع اسمه بونوتشي. في طبعا لعيبه تاني زي ماركيزيو، زي كافاني. كافاني ده فاز بالبالون دوري او الكره الذهبيه يعني. في لعيبه تاني كتير يا سينيورا. الفرق الإيطالية معروفة على مستوى العالم طبعا، وكلنا تقريبا عارفينها يعني، خصوصا طبعا الأولاد يعني. طيب بعد كده عندنا ما تشتهر بإيطاليا، حاجة احنا كلنا عارفينها وبنقولها، بس بنقولها بطريقة غلط شوية. لما بنقول مثلا ايه، انا عايز واحد كاباتشينو، احنا بنقولها كاباتشينو طبعا، اللي هي معروفة عندنا في على القهاوي ان هي اسمها كاباتشينو، ولكن الإيطالي بتاعها المفروض ان احنا نقول كابوتشينو، اللي هي عبارة عن المشروب الايه الإيطالي المعروف اللي احنا شايفينه على الشاشة. طيب بعد كده يا سنيور عندنا كمان مغنية مشهورة جدا، لورا باوزيني، طبعا معروفة جدا، وطبعا احنا عندنا مغنيين كتير قوي ايطاليين مشهورين وبنسمع عنهم، وكمان عندنا الطلبة بتوعنا عارفين بعض الايه بعض الاغاني اللي بتشتهر بيها ايطاليا، مثلا زي بيلا تشاو، زي لا شاتي مي كانتاري، يعني الاغاني المعروفة دي الايطالية المعروفة حتى وكمان يا بالنسبة سينيورا للطلبة. في اتفضل. لكانسوني بامبيني للأطفال، مشهورة جدا في إيطاليا، ويمكن الطلبة بيتفاجئوا كده ما يعرفوا فولا فولا بالون بيلا، اللي غنت زي الأغنية بتاعت جدو علي دي، أصلا ايوه إيطالي برضو، اللي هي ايوه نيلا فيكيا فاتوريا. ففي أغاني كتير جدا، حتى أغاني الأطفال إحنا خدنا الميوزك وعربناها وكتبناها بكلمات مصرية. طبعا بقى مش عايزين نقول لا ستوريا ايتاليانا، التاريخ الايطالي كلنا عارفين، اتكلمنا قبل كده وعارفين عن الرومان، وكلنا درسنا التاريخ الروماني وعرفنا الرومان جم وقعدوا في مصر فتره كبيره في مدينه الاسكندريه، وكمان عرفنا ان هم كمان سابولنا هنا بعض المونومنتي الروماني المشهوره قوي، يعني الاثار الرومانيه الموجوده عندنا في مدينه الاسكندريه. طبعا هم عملوا عندنا احنا كده الاثار دي سابوها لنا، كمان عملوا اثار واماكن اثريه موجوده في روما وموجوده في اماكن كتير في ايطاليا، زي الجزء اللي موجود عندي في الصوره اللي هو اسمه الكولوسيو ايطاليا. بس نرى اي كتاب، حاجة، برنامج، اي حاجة فيها ايطاليا كده، تلاقي جايبين الصورة دي اللي هو الكولوسيو، او زي ما بيقول عليه في العربي الكولوسيوم يعني. وكمان الصورة اللي فوق سينيورا اللي موجودة في العنوان، اللي هو لا توري بندنتي، اللي هو البرج بتاع بيزا، او برج بيزا المائل، زي ما بنى عادي جدا عشان يتحط فيه الجرس بتاع الكنيسة بتاع بيزا. بس طبيعي، هم مش قاصدين طبيعي كده، البرج مال وفضل مايل لسه لغايه دلوقتي مايل. هم بيحاولوا ان هم يوقفوه على كده، بحيث ان في ناس كتير بيروحوا يزوروه ويطلعوا البرج ويتصوروا جنبه. قال ايه يعني يا سينيورا، فين سان دينو؟ وطبعا وطبعا الكولوسيو مشهور ده جدا. طبعا بره. طيب سنور احنا كده، احنا لو احنا بنتكلم بقى عن مصر والشعب المصري، هنقول ان احنا نعرف ايه عن ايطاليا او ايه ما تشتهر بيه ايطاليا عندنا، طبعا البيتزا والسباجيتي ده اشهر حاجه. احنا ما نعرفش قوي عن السينما ايطاليانو، ما نعرفش قوي عن الموضه بتاعتهم، ولكن بنعرف طبعا وكمان عارفين التاريخ بتاعهم، بما ان هم سايبين عندنا اثار رومانيه في مدينه الاسكندريه، فاكيد نعرف عندهم الحاجات دي. بس اللي بايه الاكتر حاجه احنا بنعرفها كمصريين او الطلبه بتوعنا بيعرفوها، اللي هي طبعا لا بيتزا او سباجيتي او لا باستا، يعني لا كوتشينا ايطاليانا باختصار. وفيها سينيورا كمان لا فابريكا ايطاليانا، او الصناعه الايطاليه، برضو في مصر مشهوره قوي، زي صناعه العربيات. طبعا اشهر عربيه في مصر كانت موجوده في التسعينات والثمانينات، اللي هي الفيات ال ايوه 128، او اللي احنا كنا بنقول عليها النصر. دي اصلا دي ماركه ايطالي يعني، دي عربيه ايطالي. وفيات يا سينيورا دي اختصار اصلا لفابريكا ايطاليانا اوتوموبيلي تورينو، اللي هو مصنع العربيات عربيات في الإيطالية مدينة اللي تورين. موجودة في مدينة تورينو يعني. ومن أشهر العربيات اللكشري، أو العربيات الماركة الغالية يعني، عربية فيراري، أشهر عربيتين في العالم كله مش في إيطاليا بس يعني. ودول برضو فيراري واللامبورجيني، في الألفا روميو كمان، بس دي مش معروفة في اللي بيتابعونا من دول عربية أو حاجة، هم عارفين الألفا روميو، دي برضو معروفة في الدول العربية كتير يعني.
طبعا الهدف من الدرس بتاعنا او من الصوره اللي احنا عارضينها دلوقتي ان احنا نعرف، طبعا احنا بس مش بنتعلم اللغه الايطاليه اكيد، لا لازم كمان نعرف معلومات وتفاصيل عن الدوله او البلد اللي احنا بنتعلم اللغه بتاعتها، زي ما احنا قلنا دلوقتي اللي بتشتهر بيه ايطاليا في كل دول العالم. تعالوا بقى ننتقل الى جزء تاني جديد بقى، وهو جزء خاص بالجراماتيكا، جراماتيكا ايطاليانا. احنا عندنا قواعد نحوية كلنا عارفينها باللغة العربية، واسمها جرامر باللغة الإيطالية الإنجليزية، عندنا بالإيطالي بنسميها جراماتيكا. جراماتيكا يعني زي القواعد النحوية بالظبط. طب احنا دلوقتي يا سنيور عايزين نشوف الطلبة بتوعنا، هل احنا مثلا في الإيطالي بنعرف ازاي نوع الكلمة؟ هل بنعرفها مثلا، بنعرف ازاي ان كلمة ماريو ده اسم ولد، مثلا ماريا اسم بنت، بنعرف ازاي ان فرانكو ده ولد، فرانكا ده اسم بنت مثلا على سبيل المثال. هل الكلمات مثلا العادية زي كلمة ليبرو كلمة راجاتسو بنجمعها ازاي؟ هل بنضيف لها اس او اي اس زي ما بنعمل في اللغة الانجليزية؟ كل دي افكار بتيجي للطلبة بتوعنا. طب هل المذكر عندنا زي المذكر عندهم؟ المؤنث عندنا زي المؤنث عندهم؟ طب او احنا عندنا في العربي كلمات مفرد وكلمات مثنى وكلمات جمع، انت عندهم في الايطالي كده برضو عندهم مفرد ومثنى وجمع؟ عايزين بقى نعرف الطلبه بتوعنا كل التفاصيل دي عن اللغه الايطاليه. هنشوف ايه نبدأ السينيورا سوستانتيفي. بالسوستانتيفي أو الأسماء في اللغة الإيطالية أو الكلمات في اللغة الإيطالية. الكلمات في اللغة الإيطالية يا شباب أنا بعرفها من الحرف الأخير، يعني الحرف الأخير هو اللي بيحدد لي الكلمة دي جنسها إيه. وأغلب الكلمات الإيطالية أو كل الكلمات الإيطالية لازم بآخرها يا شباب حرف متحرك، يعني لما أشوف كلمة إيطالي لازم بآخرها حرف متحرك. طب لو كلمة آخرها ساكن دي اعرف وتأكد على طول إن هي مش إيطالي. طب اول حرف متحرك عندنا يا سينيورا اللي هو حرف الاو. لو انا عندي الكلمه اخرها او على طول اعرف ان الكلمه دي مفرد مذكر، يعني اي كلمه عندي اخرها او مفرد ايه؟ مفرد مذكر، زي راجاتسو 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 يعني فتى او ولد صبي. زي ايه تاني؟ زي نونو 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 يعني جد. زي ايه تاني؟ زي اميكو اميكو أميكو يعني صديق. يبقى أنا سينيورا كده عندي أي كلمة آخرها أو مفرد مذكر، أي كلمة آخرها أو في الإيطالي دي مفرد مذكر. كلمة عادية أو اسم شخص حتى، لا ماريو ده آخره أو يبقى ده مذكر، فرانكو ده آخره أو ده برضو مفرد إيه؟ مفرد مذكر. طب في بالظبط. الجامعة يا سينيورا في الجمع بقى طبعا عايزين نقول ان احنا بنجمع الكلمات اللي هي اسوستانتيفي الاسماء العاديه، زي مثلا ما نقول كلمه راجاتسو هنجمعها، عايزين نقول زي ما السنيور دلوقتي قال ولد، طب احنا عايزين نقول اولاد هنقولها ازاي باللغه الايطاليه؟ هل مثلا نحط لها اس او اي اس؟ لا. هل هنضيف اي حاجه تاني؟ لا، احنا المفروض ان احنا هنشيل الحرف الاخير اللي هو حرف الاو وبنحط حرف الاي، إذا كده عملناها جمع مذكر. إذا الكلمات المفرد المذكر اللي هي عندي آخرها أو اللي بتنتهي بحرف الأو، علشان نجمعها بشيل حرف الأو وبحط بداله حرف جديد اللي هو حرف الإي باللغة الإيطالية اللي هو الأي بالإنجلش. طبعا لازم نكون متعودين على الحروف المتحركة في اللغة الإيطالية بنقولها إزاي، علشان لما نقول إي يبقى أنا قصدي الأي بتاعة الإنجليزي علشان ما يحصلش لخبطة. طيب يبقى انا عندي مثلا كلمه راجاتسو اللي السنيور قال عليها معناها ولد، عشان اقول اولاد باللغه الايطاليه هقول راجاتسي. طيب نونو اللي هو الجد هقول نوني، اميكو هقول اميتشي. انا ليه هنا قلت اميكو وهنا قلت اميتشي؟ نرجع تاني للطلبه بتوعنا الشاطرين، ها السؤال ده. طبعا احنا المفروض اخذنا قواعد النطق في الحلقه اللي فاتت، عايزين نعرف دلوقتي انا قلت اميكو وبعد كده قلت اميتشي. طبعا هنا انا غيرت النطق بتاعي لان الحرف اللي جه بعد حرف التشي اختلف. لما بيجي بعد حرف التشي قلنا قبل كده الا او الاو او الاو بنطقه زي الكي او الكاف فبنقول اميكو، انما لما قلت هنا غيرت وشلت حرف الاو وحطيت حرف الاي، اذا هنا ايه غيرت النطق بتاعي، لان احنا متعودين ان حرف التشي بينطق تشي او تاش زي ما السنيور علمنا المره اللي فاتت. ايه امتى؟ لما يكون بعديه حرف الاي او الاي، فهنا طبعا الايه بعديه كده حرف الاي فلازم نقول ايه اميتشي، يبقى راجاتسي نوني اميتشي. طيب احنا هنا كده قلنا المفرد المذكر وعرفنا نجمعه، نجمع الكلمات المفرد المذكر جمعناها الى جمع مذكر بحرف الاي. بعد كده معانا ايه طب تاني؟ المفرد المؤنث عندي اي كلمه اخرها او دي على طول تبقى مفرد مؤنث. زي ايه؟ زي رجعت
يعني فتاة، مع راجاتسو يعني فتى، يبقى راجاتسا يعني ايه؟ يعني فتاة. زي ايه تاني؟ زي نونا، نونا يعني جدة، نونا يعني ايه؟ جدة. ما تروحوش بقى تقولوا يا تيتا، تقولوا لها يا نونا يعني، عشان تيتا ما تزعلش مننا. ايوه عندنا ايه تاني؟ عندنا كلمة أميكا، أميكا، أميكا يعني صديقة. يبقى أنا عندك كده عندي أي كلمة آخرها مفرد مؤنث، زي راجاتسا، راجاتسا، نونا، نونا، أميكا، أميكا، ده المفرد المؤنث. بالظبط كده. طب واحنا سنور يعني قلنا مفرد مذكر وقلنا مفرد مؤنث وبعدين قلنا جمع مذكر، وانا هقول دلوقتي الجمع المؤنث، وفين المثنى؟ ما فيش سينيورا في الإيطالي مثنى، يعني حتى يعني حتى في العربي دلوقتي، في اللغة الدارجة بتاعتنا بطلنا نستخدم المثنى، فهم برضو في إيطاليا بطلوا يستخدموا المثنى من زمان خالص. اذا لو الحاجه مفرد يبقى لو واحد بس يبقى بالنسبه لهم مفرد، من اتنين وطالع ده بالنسبه لهم ايه؟ جمع. يبقى علشان الطلبه الثانيه يكونوا عارفين ان احنا عندنا الكلمه في اللغه الايطاليه يا اما مفرد مذكر او مفرد مؤنث، ده في المفرد، لما اجمعها يبقى جمع مذكر او جمع مؤنث. اذا انا ما عنديش ابدا ولا مثنى مذكر ولا مثنى مؤنث في اللغه الايطاليه، لان احنا عندنا من اتنين وطالع في اللغه الايطاليه بيعتبر جمع. تعالوا نجمع الكلمات المؤنثه كده. عندي الكلمات المؤنثه اللي بتنتهي بحرف الآ اللي السنيور قالها لنا، راجاتسا ونونا واميكا، عايزين نجمعهم. برضو انا بعمل حاجه واحده بس، ان انا بشيل الحرف الاخير اللي هو حرف الآ وبحط بداله حرف الاي. تمام، اقول ايه؟ راجاتسي نوني اميكا، راجاتسي نوني اميكا. ليه هنا يا سنيور ما غيرناش النطق؟ ما قلتش اميتشي اميتشي ولا عشان حاجه؟ عشان زادت حرف الأك، احنا عارفين ان التشي أك من المرة اللي فاتت بتتنطق كاف عادي جدا، فانا بالظبط. المؤنث السينيورا بيحب يحافظ على صوته، يعني هو في المفرد كان عندما في صوته المذكر كان زي مختلف. الكاف، لكن المؤنث بيحب يحافظ على الصوت ده، يعني أميكا بتتنطق كاف، فتبقى في الجمع المؤنث أميكا، بالظبط، ما أميكا غيرناش يعني النطق. صديقات، ما غيرناش الصوت بتاع الحرف يعني. ايوه، عشان خاطر طبعا جه حرف الايه، الاتش فصل ما بين حرف التي وحرف الايه، فهنا طبعا عملناها اميكا. يبقى هنا كل الموضوع سنور سهل جدا، قاعده لذيذه جدا، ان احنا بنعرف الايه نوع الكلمه من الحرف الاخير مش من معناها، صح ولا لا؟ يعني لما نقول مثلا كلمه ماتيتا انا لسه ما عرفتش معناها، بس عرفت ان هي بتنتهي بحرف الا، اذا هي مفرد مؤنث. طب لو جيت ترجمتها وعرفت ان كلمه ماتيتا معناها قلم رصاص، هل كده اغير نوعها؟ اقول لا، ده كده قلم رصاص عندنا مذكر، فهي اذا عند الايطاليين كمان مذكره؟ اكيد لا يا ولاد. طبعا ايه، احنا اتفقنا اني بعرف نوع الكلمه مش من الايه معناها، ولكن من الحرف الاخير فقط لا غير، ماليش دعوه بمعناها. يعني احنا حتى لو مش عارفين معاني الكلمات اللي قدامنا على الشاشه، هعرف ان طالما هي تنتهي بحرف الاو إذن هي مذكرة، لو انتهت بالآ يبقى هي مؤنثة. تمام، يعني ماليش دعوة بالمعنى، ما لخبطنيش المعنى. يعني معنى كده أنا مثلا أقول كلمة زاينو، زاينو يعني شنطة، إيه معناها شنطة؟ أقول بقى إيه، أقعد أفكر إيه ده شنطة عندنا في العربي مؤنثة، إذا أنا عندهم كمان مؤنثة. لأ، أنا ماليش دعوة بالمعنى بتاعها، لأن أنا في الإيطالي بعرف نوع الكلمة من الحرف الأخير مش من المعنى بتاعها، عشان ما لخبطش ما بين العربي والإيطالي. تمام، بس يا سينيورا في استثناء صغير، ان في شويه كلمات اخرها ايه في المفرد، في شويه كلمات اخرها ايه اللي هي نهايه الجمع المؤنث اخرها ايه، انا عندي استثناء في شويه كلمات اخرها ايه في المفرد، بس في منها مذكر ومنها مؤنث. يعني انا عندي في شويه كلمات اخرها ايه يا شباب، ودي اللي احنا بنقول عليها الكلمات الشاذه، فانا لازم احفظها، واما احفظها لازم احفظها معناها وجنسها. زي ايه؟ زي كلمة استودنتة، استودنتة، استودنتة يعني طالب، ده مفرد مذكر. بيشي، 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 بيشي يعني سمكة، مفرد مذكر برضو. تالت كلمة عندنا ستيفالي، 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 بوت، ده مفرد مذكر. كافي، 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 كافي يعني قهوة، دي برضه مفرد مذكر. بادري، 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 دي مفرد مذكر بمعنى أب. ريستورانتي، ريستورانتي،
ريستورانتي، طبعا دي زي ريس كده اللي هي مطعم يعني. عندنا كلمة تانية اللي هي بروفيسوري، بروفيسوري، بروفيسوري يعني أستاذ، سينيوري، سينيوري، سينيوري يعني سيد. ولو لاحظتوا إن هو هنا حرف الجي وراه حرف الإن، هما الاتنين اتنطقوا نون يه يا سينيورا، يعني سينيوري بمعنى سيد. بونتي يعني كوبري. كاني، كاني يعني كلب. تشيلولاري، تشيلولاري يعني موبايل أو محمول. آخر كلمة عندنا في المذكر نومي، نومي يعني اسم. يبقى أنا عندي يا سينيورا شوية كلمات آخرها إيه بس هي مفرد مذكر، اللي هي الكلمات الشاذة، اللي هي الكلمات اللي قدامنا دي يا شباب، دي لازم أحفظها معناها وجنسها. طيب يعني أنا دلوقتي يا سنيور كطالب بقى هفرق إزاي ما بين الكلمات المذكرة الشاذة ديت وبين الكلمات الجمع العادية؟ ما دي بقى انا لازم احفظهم الكلمات دي يا بالظبط شباب، لازم احفظهم عشان ما تلخبطش. ستودنت، هي ستودنت دي يا سينيورا، دي مفرد مذكر ولا جمع مؤنث؟ لو انا مش عارف ان ستودنت دي يعني طالب مفرد مذكر، ممكن اتلخبط بسهوله وافكرها ان هي كلمه جمع ايه، مؤنث. مؤنث. القاعده دي يا شباب بتاعت الاسماء دي، دي يعتبر اهم حاجه في الايطالي الثلاث سنين بتوع ثانوي، بالظبط يعني بالظبط يعني المترتب من عليها كل دلوقتي حاجه يعني. بالظبط يعني من دلوقتي لازم اتعلم افرق ما بين الكلمات الشاذة والكلمات العادية، وده هيجي من ازاي يا سنيور؟ من ان انا احفظ الكلمات الشاذة. خلي بالنا كمان ان الكلمات الشاذة مش كلها مذكرة، لا ده في كمان كلمات شاذة مؤنثة. اذا لما احب دلوقتي ان انا افرق ما بين الكلمات العادية والكلمات الشاذة لازم أعمل حاجتين، أولا أعرف نوع الكلمة إن هي مذكرة أو مؤنثة، تاني حاجة أحفظ معناها. يعني بعمل حاجتين، بحفظ النوع الكلمة وكمان معناها. يعني مثلا على سبيل المثال أحفظ إن كلمة ستودنت معناها طالب وهي مفرد مذكر، إنما مثلا كلمة كيافي اللي هي جاية دلوقتي في المؤنث مثلا معناها مفتاح وهي مفرد مؤنث. خلي بالنا من الكلام ده. يبقى معنى كده ان انا عندي مجموعه من الكلمات المذكره اللي بتنتهي بحرف الايه، وكمان مجموعه من الكلمات المؤنثه اللي بتنتهي بحرف الايه. هعرف افرقهم ازاي ما بينهم وما بين الكلمات العاديه بجمع المؤنث؟ ان انا اكون حافظه الكلمات الشاذه ديت. والكلمات الشاذه دي مش كتيره عشان ما نقلقش، لا هي مش كتيره، يعني لحد ما نخلص مثلا سنه اولى ممكن نجمعهم كده مع بعض بيبقى 20 كلمه مثلا. فطبعا واحده واحده ابدا احفظهم، كل ما يجي الكلمه عندي في كتاب المدرسه ونشرحها نبدأ نحفظها ونعرف نوعها. يعني مثلا جينا في أول صفحات من كتاب المدرسة عندي كلمة كيافي من أول الكلمات الشاذة اللي موجودة عندي مثلا في الكتاب، يبقى أعرف إن كلمة كيافي معناها مفتاح، وكمان دي كلمة مفرد مؤنث. احنا اتفقنا إن مش ماليش دعوة بالمعنى بتاعها، يعني أنا مش عشان أترجمها كلمة مفتاح هقول ده مذكرة عندنا في العربي إذا هي مذكرة عنده في الإيطالي، لأ. هعرف ان كلمة كيافي احفظها ان هي كلمة مفرد مؤنث شاذ. شاذت ليه؟ لان هي لا تنتهي بحرف الا، لا ده تنتهي بالايه، اذا هي من الشواذ. وهكذا يبقى الكلمات الشاذة المذكرة والكلمات الشاذة المؤنثة اللي بتنتهي بحرف الايه المفروض ان احنا نحفظهم كويس جدا بالمعاني بتاعتهم وبنوعهم، تمام، علشان افرق ما بينهم وما بين الكلمات العادية. طيب احنا دلوقتي عرفنا الكلمات اللي ايه المذكره. النهارده السنيور ليمون جايب لنا كل الكلمات المذكره اللي علينا في المنهج، وكمان كل الكلمات المؤنثه المفروض نحفظها على مدار السنه كلها. احنا دلوقتي نبدا ايه واحده واحده، اخد جزء جزء كلمه كلمه وابدا احفظ واحده واحده الكلمات الشاذه المذكره والكلمات الشاذه المؤنثه. طيب عندي هنا ايه الفيمينين سنجولاري ان ايه، يعني الكلمات المؤنثه المفرد المؤنث اللي بتنتهي بحرف الايه، زي كلمة مادري، كيافي، كلاسي، أرتي، نوتي، فيني، ليزيوني، كانسوني، توري، إيماجيني، تلفزيوني، أتريتشي، كالكولاتريتشي. طيب لما احنا شايفين كده دلوقتي هنترجمهم طبعا مع بعض، لقيناهم كلهم ينتهي بحرف كلهم ايه ايه ايه، ماشي. طب كلهم ايه؟ نوعهم واحد مفرد مؤنث. طيب مادري اللي هي ام، كيافي مفتاح، كلاسي فصل. كلمة فصل دي بالذات وكلمة مفتاح كتير قوي بتيجي في الأسئلة بتاعة الصف بتاعة سنة أولى ترم أول وترم تاني، لأن هي دايما بتلخبط الطالب
ان كلمه كيافي معناها مفتاح وهي مفرد مؤنث، وكلمه كلاسي معناها فصل وهي مفرد مؤنث، خلي بالنا. طيب ارتي اللي هي فن او رسم، نوتي اللي هي الليل، فينا النهايه، ليتسيوني درس، كانسوني مهمة قوي الكلمة دي بس في تالتة ثانوي، أهم كلمة عندنا في تالتة ثانوي كلمة كانسوني دي كمان اللي هي معناها أغنية، توري اللي هي برج، إماجينا صورة، تلفزيون طبعا زي تلفزيون طبعا تي في يعني أو تيفو زي ما احنا بنقولها بالإيطالي، أتريتشي اللي هي ممثلة، كالكولاتريتشي اللي هي الآلة الحاسبة. طيب دول كده خلي بالنا منهم نحفظهم عشان نعرف إن دول مفرد مؤنث وبينتهي بحرف الايه، واللي قلناهم من شويه مفرد مذكر وبينتهي بحرف الايه. طب يا سنيور بقى، هي الكلمات دي بنجمعها ولا لا مش بنجمعها؟ اه طبعا بنجمعها يا سينيور، بس عايزين نفتكر بس مع بعض ملحوظة كده قبل ما نتكلم في الجمع، ان انا ماشي عندي نشوف يا سينيورة الملحوظ. في كلمتين اخرهم ايه، اللي هما انسينيانتي، كلمة تاني اللي هي كانتانتي، يعني انسينيانتي يعني معلم او معلمة، كانتانتي يعني مطرب او مطربة. الكلمتين دول يا سينيورة بيمشوا للجنسين، يعني هما اخرهم ايه، بيمشوا مفرد مذكر بمعنى معلم مثلا، او مفرد مؤنث بمعنى معلمه. كلمه كانتانتي بتمشي برضو مفرد مذكر بمعنى مطرب، او مفرد مؤنث اللي هي بمعنى ايه، بمعنى مطرب. طب وانا بعرفهم ازاي سنيور اذا كانت هي مقصود بيها مذكر او مؤنث في الجمله؟ انا هعرفهم بقى سينيورا من بقيه الجمله، من الصفه او الاسم او الاداه اللي عندي. بالظبط، يعني مثلا على سبيل المثال لو قلت عمرو دياب ايه نقط وجبت كانتانتي، يبقى هنا ايه معناها ان هو ايه مطرب مطرب بالنسبه لي، لان الفعل اللي عندي مذكر، فاذا هقول ايه الكانتانتي يعني المغني. انما لو قلت مثلا اليسيا او اي اسم بنت وقلت ايه بتكون نقط كانتانتي، يبقى هنا قصدي بيها ايه مغنيه او مطربه، صح؟ يبقى انا ممكن اعرف من الفاعل بتاع الجمله، وممكن اعرف كمان من الادجيتيفو يعني من الصفه اللي بعديها. لو قلت كانتانتي برافو غير لما اقول كانتانتي برافا، صح؟ يبقى كده صح عرفت يا كمان سينيور، من الادجكتيف يعني من الصفه اللي بعديها، ان انا مقصود بالاولانيه اللي هي كانتانت برافو مذكر، لان انا قلت عليه برافو يبقى مفرد مذكر، انما لما اقول كانتانت برافا يبقى هنا معناها ان انا قصدي ايه مؤنث، وهكذا. يعني الكلمتين دول مهمين قوي، لان احنا ايه زي ما السنيور قال لنا ممكن يبقى مذكر مفرد مذكر او مفرد مؤنث بس على حسب الجمله. طب هعمل ايه عشان اعرف هي مذكره ولا مؤنثه؟ لازم اخلي بالي من الفاعل بتاع الجمله، ومش بس كده، طب هو لو مش جايب لي فاعل ابص على الصفه اللي موجوده في الجمله عشان هي اللي هتحدد لي اذا كانت الكلمه اللي قدامي مفرد مذكر او مفرد ايه مؤنث. طب دول كمان بيتجمعوا يا سينيور اه ولا يا مش سينيور. هنجمعهم؟ يبقى كده كل الكلمات بقى نتكلم بقى على كل الكلمات اللي اخرهم ايه، اي ايوه كلمة يا شباب الشواذ اخرها كلهم او ايه. الكلمات الشاذه كلها. ايوه، سواء الكلمات دي مذكرة يا سينيورة، او الكلمات دي مؤنثة، او حتى بتمشي للجنسين زي انسينيانتي او كانتانتي. كل الكلمات اللي بالايه في المفرد اما احب اجمعها بجمعها بالاي اللي هو حرف الاي. يعني زي ايه؟ زي عندنا كلمة بادري، بادري يعني اب، زي كلمة بروفيسوري، بروفيسوري يعني معلم أو أستاذ، زي مادري، مادري يعني أم، زي ليتسيوني، ليتسيوني يعني درس. طبعا بادري وبروفيسوري دول مذكر يا سينيورا، ومادري وليتسيوني دول إيه؟ دول مؤنث. فأنا كل مؤنثين. الكلمات زي ما أنتوا شايفين سواء مذكر أو مؤنث اللي آخرهم إيه، أما أجي أجمعهم يا شباب بجمعهم بالإي، بجمعهم بحرف الإي اللي هو حرف الأي. يعني بدري في المفرد يا سينيورا بقت بدري. بدري طب بروفيسوري بقت ايه؟ بقت بروفيسوري بروفيسوري. طب مادري بقت مادري مادري. طب ليتسيوني بقت ليتسيوني. ليتسيوني. يبقى طب يا نتعلم سنيور كده انا دلوقتي بقى اتلخبطت، طب انا دلوقتي يا بدري هنا جمع ايه؟ مذكر كلهم جمع مذكر؟ بدري بروفيسوري مادري ليتسيوني كلهم لا جمع مذكر لا، على ولا حسب ايه؟ جنس الكلمة أصلا إيه. يعني بدري دي يعني آباء، فهي أصلا الكلمة دي في المفرد كانت مذكر، فتبقى في الجمع جمع مذكر. لكن مدري، مدري دي يعني أمهات، فهي مفرد مؤنث، أو كانت مفرد مؤنث مدري، فتبقى في الجمع المؤنث مدري.
يعني الجنس يا سينيورا ما بيتغيرش، هو بس الجمع، نهاية الجمع عندنا الكلمات اللي بالإي، أما أجي أجمعها أجمعها بالإي بالظبط، بس يعني معنى بنفس كده يا سنيور، جنسها عادي. بالظبط يعني معنى كده ان زي ما قلنا ان الكلمات الشاذة المذكرة بتنتهي بالايه والمؤنثة بتنتهي بالايه في المفرد، لما نحولهم الى جمع الاثنين هينتهوا بالايه. طيب تبنوعهم ايه؟ على حسب بقى كل كلمة بترجع للاصل بتاعها. يعني زي ما نقول كده، قلنا بادري احنا حافظينها ان هي مفرد مذكر، فلما اجمعها هتبقى بادري جمع مذكر. انما لما بقول مادري او ليزيوني دي مفرد مؤنث، طب لما احب اجمعها هجمعها جمع مؤنث. هنقول طب ازاي هي جمع مؤنث وبتنتهي بحرف الاي؟ لان كل الطلبه متعوده ان حرف الاي ده بيبقى جمع ايه؟ مذكر. نقول لهم ايه ساعتها يا سنيور؟ نقول لهم ان انتوا لازم تبقوا عارفين اصلا الكلمه نفسها، هي مادري دي ام مؤنث في المفرد، فما تتجمع تبقى مادري جمع مؤنث بالظبط برضه. يبقى انا تمام، الكلمات الشاذه زي ما احنا قلنا لازم احفظها بجنسها يا سينيورا، يعني بالظبط انا احفظ ان كلمه مثلا بروفيسور ده استاذ، ده مذكر، كلمه تمام ليتسيوني ده درس بس ده مؤنث، فبالتالي اما اشوفه هو في الجمع هيبقى جمع مؤنث، اما اشوفه في المفرد يبقى مفرد ايه؟ مفرد مؤنث. بالظبط. يبقى احنا مهم دلوقتي يا سنور عشان ما نحصلش لخبطه ان احنا نذاكر كويس قوي الكلمات الشاذه المذكره اللي بتنتهي بالايه والمؤنثه اللي بتنتهي بالايه، وعشان لو انا حفظتهم في المفرد هعرف لما بيتجمعوا في حاله المذكر او المؤنث، في الحالتين هحول الايه الايه الى ايه. فاذا هنا بقى هعرف اذا كانت الكلمه جمع مذكر او جمع مؤنث من الاصل بتاعها اللي هي في حالتها في المفرد كانت ايه مذكره، اذا تجمع جمع مذكر، لو كانت مؤنثه اذا تجمع جمع ايه جمع مؤنث. نشوف الملحوظه دي بقى يا سنيور. طب احنا عندنا دلوقتي بقى كلمات هتقابلنا في الكتاب المدرسه وهي كلمات لا تنتهي بحرف متحرك، يعني ولا انتهت بالاو ولا الا ولا الاي ولا الاي ولا اي حاجه خالص. طب انا هعرف منين هي مفرد ولا مذكر ولا جمع، ولا هنعتبرها ايه، ولا نشيلها خالص؟ مش عارف، مش مهم نعرف نوعها. لا احنا نقول يا سينيورا ان اي كلمة عندنا اخرها ساكن هنعتبرها ان هي مذكر، اي كلمة تمام اخرها ساكن يا شباب هنعتبرها ان هي ايه؟ ان هي مذكر، اذا بتمشي الكلمات يا سينيورا الانجليزيه للمفرد وبتمشي للجمع، يعني هي بتمشي للاتنين وبرضه معرفها من بقية الجملة، يعني هي اذا في مفرد الجامع ولا جمع. كمان ما بتتغيرش. لا يعني ما انا اصل الكلمات دي انجليزي يا سينيورا، انت حضرتك عارفة في الانجليزي بيجمعوها بالاس والاي اس والاي اس، واحنا هنعمل مش بنجمع زيهم بالاس. لا يعني معنى كده يا سنيور ان احنا الكلمات اللي هتقابلنا في كتاب المدرسه زي كلمه سبورت، فيلم، كمبيوتر، بلوك، اس ام اس، الكلام ده كله عباره عن كلمات ايه انجليزيه الايطاليين استخدموها. طيب والكلمات الانجليزيه دي احنا بنعرف معناها ازاي؟ احنا هنحفظ ان الكلمات اللي عندنا هي معظم الكلمات الانجليزيه اللي الايطاليين استخدموها بتبقى مفرد مذكر، ولما احب اجمعها بتبقى زي ما هي، بس بجمع حاجة تانية، بنجمع حاجة اسمها أداة المعرفة اللي قبليها أو بنجمع الصفة اللي بعديها، فده هنقوله فيما بعد. بس في الوقت الحالي خلينا نعرف إن معظم الكلمات الإنجليزية اللي الإيطاليين بيستخدموها هي مفرد مذكر، ما عدا بعض الكلمات اللي السنيور كاتبها لنا اللي هي ديت. اللي دول هي بقى مالهم يا سنيور؟ دول الثلاث كلمات دول يا سينيورا يعتبر كلمة ميل يعني بريد، ايميل يعني بريد الكتروني، انا اعتبرهم كلمة واحدة يعني، وكلمة باند يعني فرقة موسيقية، وكلمة بلاي ستيشن كلنا دول عارفينها. مالهم بقى؟ الثلاث كلمات دول بس يا شباب دول مؤنث، يبقى انا بالظبط اقدر اقول ان اي كلمة اخرها ساكن مذكر، اي كلمة اخرها ساكن مذكر، ما عدا ميل وبند وبلاي ستيشن، ما عدا ميل وبند وبلاي ستيشن دول بس اللي مؤنث. طيب لو احنا عايزين نقول يا سنيور يعني يعني المعلومه بس ايه عشان الطلبه بتوعنا ما يتلخبطوش، هنقول حاجه مثلا انا ممكن اقول ان الكلمات الانجليزيه او الكلمات اللي بتنتهي بحرف ساكن اللي هتقابلنا في اولى ثانوي في ثانيه ثانوي كلها هنعتبرها مفرد مذكر، انما ايميل او ايميل وباند وبلاي ستيشن هيقابلونا في ايه؟ في ثالثه ثانوي، هيقابلونا في ثالثه ثانوي. فاذا عايزين نقول ان الثلاث كلمات التانيين دول مفرد ايه؟ مؤنث. يعني الكلمات اللي هتقابلنا كلها في اولى ثانوي وثانيه ثانوي كلمات انجليزيه هنعتبرها مذكره، بس الكلمات بقى ما عدا الثلاث كلمات دول اللي هيقابلونا في ثالثه ثانوي في المنهج بتاعنا ودول هيبقى ايه كلمات مؤنثه.
وما بنجمعهمش، يعني مش بنحط لهم اس او اي اس او الاي او الاي بتاعت الايطالي، اي لا خالص. احنا ممكن نغير الكلمه اللي بعديها اللي هي الادجيتيف اللي بعديها، او ممكن بنغير ايه الارتيكولو اللي هي عباره عن الاداه اللي قبلها علشان نجمع الكلمه. يعني على سبيل المثال لو قلت فيلم بيلو، مفرد هنا ولا جمع؟ فيلم لما قلت بيلو ده كده مفرد، عشان مفرد بيلو الصفة آخرها او، واحنا لسه قايلين ان الكلمات اللي آخرها او مفرد مذكر. حلو، انما لو قلت فيلم بيلي يبقى جمع بقى، عشان هنا جمع بقى. الصفة جت بيلي آخرها اي اللي هو الاي يعني، فده بقى جمع مذكر. انما الكلمه نفسها احنا ما غيرناش. طيب لا معلومه الكلمة بقى اللي آخرها جديده ساكن بقى، مش اي كلمة سينيورا آخرها ما، وانا عارف ان الكلمات اللي آخرها او اصلا، بس الكلمات بقى اللي اخرها ماضي لا دي استثناء، هنعتبر ان هي مفرد مذكر زي يعني اذا كلمة شانيمة. هنعتبرها من الشواذ. اه هنعتبرها كلمات شاذة زي كلمة شانيمة اللي هي سينما، بروبليما مشكلة، سيستيما سيستم، بروجراما برنامج، التيمة كليمة اللي كليمة احنا هنكتبها. اه دي كلها ايه، كلها مفرد مذكر، ما عدا كلمتين، كلمة ماما دي يعني ماما او ام يعني اكيد دي مؤنث، وكلمة تانية اسمها جمة ودي مش بتيجي كتير يعني يا سينيورا مش بمعنى معانا. التلك ايوه يعني. صح، يبقى انا عندي هيبقى في ملحوظات طبعا. احنا طبعا قلنا القاعده الاساسيه، ودلوقتي كمان السنيور ريمون جهز لنا كمان الملاحظات عليها، علشان لما يجي لي مثلا كلمه زي كلمه سبورت موجوده في اول صفحه في كتاب المدرسه، فطبعا ايه هقول ايه دي نوعها ايه، اكيد الطالب هيفكر نوعها ايه. طب هي كلمه انجليزيه، طب ازاي هي مذكره او مؤنثه، طب اعرف منين؟ ده طبعا اول ملحوظه قلنا عليها. تاني ملحوظه ايه السنيور شرحها لنا دلوقتي، ان هي الكلمات اللي بتبتدي بما اللي يا اما اه بتبقى مفرد مذكر زي كلمه شينيما بروبليما سيستيما تيما بروجراما كليما، اي حاجه من دول بتبقى مفرد مذكر، مع طبعا كلمه ماما وكلمه جمه طبعا دول ايه مؤنثين. حلو قوي، معلومات شيقه جدا يا سنيور. ماشي، ده بقى كده اذرشيتسيو بقى، اه ده نبدأ ايزرشيتسيو بقى، بالإزرشيتسيو بقى، اتعلمنا كتير، عايزين عايزين نشوف نعلمهم بقى ازاي يحطوا في الجمع، او ازاي يجمعوا الكلمات في الايطالي يعني. بالظبط متيتي اتورالي، يعني ضعف الجمع، اجمع ايه الكلمات الاتيه. طب انا سنيور اجمع الكلمه الاولى والكلمه الثانيه لا، لا انا هجمع الكلمتين. دي السؤال طبعا انا بسالك يا سنيور، الاسئله اللي احنا ايه بنسالها اه واحنا الطلبة بنشرح. بيسألوها كتير. يعني لما اقول رجعت سؤالته يعني ولد طويل او فتى طويل، يبقى عايز نقول اولاد طوال، يعني نقولها ازاي بالايطالي؟ فين؟ طبعا رجعت سو مفرد مذكر، عرفت منين؟ هل من معناها؟ لا، من الحرف الاخير، والصفه اللي بعديها مذكره زيها، لان زي ما بنقول بالعربي الصفه بتتبع الموصوف، اذا كان الموصوف مذكر يبقى الصفه بتاعته مذكره، لو الموصوف مؤنث يبقى الصفه بتاعته مؤنثه. يبقى لما اقول رجعت سو التو، لما احب اجمعها اقول صح رجعت سي التي. طب ايه تاني يا سنيور؟ بنا نيرا، عندنا كلمة نجمعها ازاي؟ بنا نيرة، بنا يعني قلم ونيرة يعني أسود، والكلمتين دول آخرهم آه يعني الكلمتين دول مفرد مؤنث، وإحنا متفقين إن أي كلمة آخرها آه مفرد مؤنث. أما أحب أجمعها هشيل الآه يا شباب وأحط إيه، يعني بنا هتبقى بن، نيرة هتبقى نيري، فبقت بن نيري يعني إلام سودا. طب عندي يا سنيور كلمة بن دي معناها ايه؟ بن كده في الجمع لوحدها بنا يعني قلم ايه؟ قلم جاف. انا مجاف. اه بس هي مؤنثة عندنا، انا بس اه بتأكد الطلبة بتوعنا ان كلمة بنا هي معناها قلم جاف، وهي مفرد مؤنث عندنا. طيب كعزة نوما، كلمة كعزة كنا خدناها قبل كده لما جينا نشرح نطق حرف التشي، وقلنا ان حرف التشي بينطق كاف او كي لما يكون بعدين اه او الاو او الاو زي كلمة كعزة. وانا قلت كعزة ما قلتش كعسة، نفكركم بيها علشان الاس بين حرفين متحركين بتنطق زيتا. يقول كعزة نوفا يعني منزل جديد، عايزين نقول بقى منازل ايه جديدة، نقولها ازاي بالايطالي؟ طبعا كعزة مفرد مؤنث، ونوفا طبعا الاسم بتاعتها مفرد مؤنث، فهنشيل حرف الايه الا ونحط بدلها حرف الايه. لازم اجمع الكلمتين، اجمع الكلمة والصفة بتاعتها، ما ينفعش اجمع الكلمة واسيب الصفة بتاعتها. طب عندنا ده المثال سؤال بقى الرابع، صعب يا سينيور، ده صعب. اه ستودنتي، ستودنتي اخرها ايه؟ انا حافظ يا سينيورا، انا طالب شاطر وحافظ ان كلمة ستودنت دي بمعنى طالب مفرد مذكر، وبرافو يعني شاطر اللي هو اخرها او مفرد مذكر برضه، فانا ما احب اجمعهم. احنا قلنا الكلمات اللي اخرها ايه في المفرد بتتجمع بالاي اللي هو حرف الاي يعني، والكلمات اللي اخرها او المفرد المذكر لاخره او، لما احب اجمعه اجمعه بالاي برضو، يبقى ستودنت
برافو جمعها يبقى ستودنتي برافي، يعني كده الاثنين يا الاثنين سنيورا بحرف هيبقى الاي. بالاي. الاثنين هيبقى بالاي. ايوه، لان طبعا كلمات الشاذة كلها بتتجمع بالاي، والطبيعي ان المفرد المذكر اللي بينتهي بالاو برضه بيتجمع بالاي، فاذا هيبقى ستودنتي برافي، يعني ايه؟ طلبه شاطرين. imagine فانتاستيكا، صوره رائعه. كلمه فانتاستيكا كلنا تقريبا عارفينها، وكلمه imagine معروفه برضه. طيب كلمه imagine لو انا بقى طالب مش شاطر مش هعرف معناها، ولا هعرف الايه نوعها ايه، ولكن انا لازم اكون حافظه ان كلمه imagine. طب حتى لو انا مش عارفه ممكن اعرفها من حاجه تانية موجوده في الجمله اللي من هي ايه الصفة، سينيور. من الصفة بالظبط كده، من الصفه فانتاستيكا اللي آخرها. بعديها. ايوه، لو انا قلت فانتاستيكو اذا كانت اكيد imagine مذكره، انما لو انا هنا قلت فانتاستيكا يبقى اكيد ان انا بوصفها دي مفرد مؤنث شاذ، بس مش عايزين نعتمد اعتماد كله على الكلام ده، لازم نحفظهم ونذاكرهم كويس. يبقى انا عندي هنا imagine فانتاستيكا يعني صوره رائعه. عايزين نجمع، اتفقنا ان كل الكلمات الشاذه اللي بتنتهي بحرف الايه بتتجمع بالاي، يبقى اقول imagine فانتاستيكا. طب انا غيرت النطق هنا، خلي بالنا، لا ما غيرتش النطق ولا فايدة، انا حطيت حرف الايه وقبليها حطيت حرف الاكا، الاكا علشان ايه؟ ما غيرش النطق بتاعي، واقول imagine فانتاستيكا. يبقى هنا هل تبين دي جمع مذكر ولا جمع مؤنث، ولا نقول ان هنا الكلمه دي imagine جمع مذكر ووصفتها بجمع مؤنث، ينفع؟ ما ينفعش. لان انا عندي هنا كلمه imagine لما اجمعها هي اساسا مفرد مؤنث، يبقى اذا لما اجمعها بجمعها جمع مؤنث. طب ليه حط ان انا هل ايه؟ علشان هي كلمه من الشواذ، من الكلمات الشاذه. طيب يبقى هنا ايه؟ لما كلمه فانتاستيكا انا جمعتها جمع عادي، لان هي ايه؟ بتنتهي اصلا في المفرد بالا، فبجمعها بالايه؟ اذا هنا عندي الكلمه الاولى شاذه، انما الكلمه الثانيه كلمه عاديه، فاذا انا اعرف ان الشواذ اللي بينتهوا او الكلمات الشاذه اللي بتنتهي بحرف الايه بنجمعها بالايه، اما الكلمات العاديه اللي بالا بنجمعها بالايه. يبقى كده عندي الموضوع سهل جدا. خلي بالنا هنعمل الديالوجو ولا التيمبو ايفينيتو سينيوري مانكارو كوازي دو مينوتي سولامينتا. Allora finiamo Va e bene. continuiamo la prossima settimana. تمام، احنا كده طبعا يا ولاد هناخد الديالوج ده بس ان شاء الله الحلقة القادمة بإذن الله، لأن الحلقة بتاعتنا خلصت خلاص ايه على وشك الانتهاء. فاحنا كده عايزينكم تذاكروا اللي احنا قلناه النهارده، الكلمات المذكرة والكلمات المؤنثة والكلمات الشاذة وكل الملاحظات او الملحوظات اللي احنا قلنا عليها الخاصة بالكلمات المذكرة ونوعها، مثلا زي كلمة ايه؟ زي كلمة مثلا ال بروبليما تيما سيستيما، الكلام ده كله. عندي مثلا الكلمات اللي بتنتهي بحرف من الحروف الساكنة، أخدنا النهاردة إن هي مثلا إيه عبارة عن إيه، كل ده إحنا قلناه النهاردة. عايزينكم تذاكروا كل الكلام ده وإن شاء الله يكون تنويامو لابر إيه لابروسيما سيت معنا وتشيلي ديامو سيت يوفرا المارتي دي بروسيمو. تشاو أدوبو بنصراتا ألي سينيوريم. تشاو تشاو توتي ستودنتي، كان معاكم سينيورا سهام محمد وسينيور ممدوح، مع تمنياتنا بالتوفيق وتحت إشراف الإدارة العامة للمحتوى التعليمي. نعم. تشاو.